بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ويقول الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. سورة الأحقاف فيا كسر حسني آيات تضواد أي درس قريك بالله قل رب سبحانه وتعالى: وإذا قرتي تطلع لأخري عليهم كركو ومركي لغو أخري آياتنا آياتها لك بينات يبو على عبد قال وحي أرنيا الذين كوي كفروا كفري للحق حق وحي كو أرنيا لما قرتي جاءهم أؤيمت هذا كلمة أرنيا سحر سحر وي سحر كاسو مبين سحر نودي سوى العبة أم نسه يقولون ما وحي إليه افتراه محمد باع بورتي وشيكي سكري من قرآنك قل وحاتنا هذا إن افتريته هديئا أبورتي ورانو بشيكي كليمت فلا تملكوها مهلا كرتان لي أنيق إيها للميسان من الله الله حجيس الشيء أو حبيجه هل الميسان هو إسجع أي أعل هو إسجع أي أعلم أبان شبرا بما شيء تفيضون أتكش بميسان أعلم أبان شبرا بما شيء تفيضون أتكش بميسان في دحديس أتكش بميسان كفى وكفلين به إسجع كفلا شهيدا مرخاتي حجي بيني أنا لحد ذي وبينكم لحدنا مرخاتي إسقنا غفرا وهو إسقنا الغفور مدك بافيد بروي الرحيم وإلى حريستوي الله سبحانه وتعالى. وإذا قرتي تطلع الأخري عليهم كركور آياتنا آياتها لا يلغو أخري بينات يلو على العد قال أنا مركي إلهي آيات في سلوط الأخري كوى أسلام تعاودي حليين إلها سكها اللايين وأصنام تعاودة حدي آيادها اللغود الأخرية آيادها إيقو إسكعد وحي أرنيا كوة كفريي ويحقق أرنيا آيات كاسة أيكو تسين مركو إيما دا وحي أرنيا واسحر إسكعد نسا وحي ليه محمد بابين أبوت وأراه ذوذي قار كمدون وحد كتلا لا هدان أنه بين أبورتي إلهي با عذابك يا إبقابتا إيسو ددتشي لها قول لي مدى يين هدي عذابك يا إبقابتا إيسو ددتشي لها فلا تملكون لي من الله شيئا حق إلهي وحبا إيقا مقبا كرتا حما إذا إيقا قوتين وغرى لإيقا تخلص لها وحي لم يتلعي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين آيات تسلم معنا سمعنا يعني واهرا عذابك إيه إيمان لها يولي يسود دجين لها هدو إيه دين إيمادنا وحما إذا نقد دفاع عليهم معنا الله سبحانه وتعالى إسجا أوغان شبضا وحد كشب ميسان إفابضا وحل إذا لا سيحو بلا شيء سيدي بيشب ميو كلمركي وقلا شيء أكوك فاع ميسان سيدي حوك قبضنا دول حقل إيسان ودعاية إيو وحك الشيقيد إيو يعني دريد أدور إيسان حق أن لا إمدع الرنكاس إلهي بأك سبحانه وتعالى ألا أنا إلوغو فلان إذنك يأني بحدي أنه مرقانيك إذنك دحدي إنه مرخاتك فلان وامدك بافيد بضان المحرسون. وإذا قرتي تطلع الأخرية عليهم كركوة آياتنا آياتها اللي قلوه أخرية بينات إيقو على عد قال وحي أرنيا أما وحي إلهدين وماضي بمعنى المضارعة قال وحي أرنيا الذين كوي كفروا كفري للحق حق وحي كو أرنيا لما قرتي جاءوا من حقهم إيقو ويمت وحي كو رحيا هذا كني نلقود الأخرية سحر وسحر ومبين وسحر نوادي صعبة أم بل إسكبر ناس وحي الشيء وحكمة شريه يقولون أيقولون ما وحي إليهم افتراه وأبورتي محمد با أبورتي مي إليه قل وحاتل على أدوتاك الشوابي إن افتريته هدان أنه أبورتي
oon been abuurtoon jeebkay kala imid qur'aankan la caajalaniya allahu bilcadaab, ilaahay baa cadaabka igu soo dejin lahay haddaan been abuuran lahaa la iima kaadiyeen. Oo falaa tamlikuuna, ma hananaysaan marka, laa tamlikuuna hanan maysaan lii aniga ii hanan maysaan min allaahi alla xaggiisa shay-a waxba iiga mulkin maysaan, waxaad xaggiisa iga qaban kartaan ma uu jiro. Markaas macna huwa isaga ayaa alle aclamu ogaansho badan, bimaa shaygu ogaansho badan yahay, tufiiduuna aad shubmaysaan fiihi dhexdiisa aad ku shubmaysaan oo dhexgelaysaan shayga aad isku qaadaysaane xoogga u dhexgelaysaan oo wax ka sheega diinta ah ilaahay waa ogsoon yahay. Shahiidan markhaati xaggi baynii wa baynakum, idinkiyo aniga dhexdeenna isagaa markhaati inoogu filan. Wa huwa isagu alghafuuru, midka dhaafida badan wey, arraxiimu ee naxariista badan wey rabbi subxaana wa tacaala. Qul waxaa kala nebi maxamedow, maa kuntu ma ihi bidcan, mid la bilowday oo min arrusuli, rususha ka mid. Bidcantu waa bimacnaa is mafcuule, sida uu leeyahy sheekh shinqiti calayhi raxmatullah. Maa kuntu ma ihi bidcan, ay mubtadacan, mid la bilowday oo min arrusuli, rususha ka mid. Wamaa adrii, mana ogi, maa yufcalu, waxa la fali bi, aniga laygu falayo, walaa bikum, iyo idinka toona wax laydinku falayo. In attabicu, maa attabicu, ma raacayo, ilaa maa shay mooyaane yuuxaa la waxyoonayo ilaya, aniga la ii waxyoonayo. Wamaa ana, aniguna ma ihi ilaa nadiirun, diga mooye mid kale ma ihi, digahaasoo mubiinun, digniintiisu cadda. Qul waxaa badaa nebi maxamedow, ara'aytum, bal ii warrama, in kaana, hadduu yahay qur'aanku min cindi illaahi, alla agtii hadduu ka ahaaday, oo wakafartum, idinkuna aada ku kufrideen bihi, isaga aada ku kufreen, bal ii warrama, maxaa alla agtiisa aada ka mudan tihiin, maxaasad filaysaan in idinku sameeyo. oo washahiida, uu markhaati kacay, shaahidun, mid marag furaya, oo min bani israa'iil, reer bani israa'iil ka midii uu markhaati kacay, calaa mitlihi, qur'aankan mid lamida uu ku markhaati kacay, oo fa aamana, uu rumeeyo markuu markhaati kacay kadib, oo wastakbartum, idinkuna aada iskibriseen. bal arrintaa ka warrama, ina allaha alle laa yahdii, ma hanuuniyo, alqowma, qowmkii ma hanuuniyo, aldaalimiina, ee daalimiinta ah. qul maa kuntu bidca min arrusuli, tafaasiir dhowraa ku jira, laakiin tafsiirka ufiican sheekh maxamed amiin shinqiisa calayhi raxmatullahi uu rajaxayo waxa weeye, waxay ku saabsan tahay waxay diidanayeen sideedaba in bini aadam ilaahay usoo diri karo oo rasuul looga dhigi karo. taasay ku saabsan tahay waxaa lay nebiga waxaad ku tidhaahdaa waxaydan taas uga murmin, maa kuntu bidcan min arrusuli, anigu ma ihi mid la bilowday oo cusub oo aan laga horreynin ma ihi. rususha kii ugu horreeyey ee yimaada ma ihi, waa la iga horreeyey rusul bini aadama, aniga kuma bilaaban, layguma bilaabine, horey bay u iimaan jireen, aniguna kuwii mid ka mida unbaan ahay, jidkoodii unbaan haya. maxaad marka ku diidaysaan in bini aadam ilaahay idin soo diri karo subxaana wa tacaala. wamaa adrii maa yufcalu bii walaa bikum, macnaheedu waxa weeyaan ma garanayo waxa laydinku samayn idinka iyo aniga toona waxa soo socda, wuxuuna ilaahay iiga sheega mooyey anigu waxba kama ogi. marka garanay ayaga waxa lagu samaynayo, laakiin isaga nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam waxa laygu samayn doono ma ogi ayaa culimmada tafsiirku ay muran dhexdooda yaallayo ka doodayaan. waxay leeyihiin qaar ka mid a, waxaa laga wadaa wamaa adri maa yufcalu bii, aniga waxa laygu samayn ma ogi, oo adduunyada intaan joogo waxa laygu samayn doono ma garanayo, ma aha aakhare iyo janno iyo dembi dhaaf iyo taa ma ah. maxaa yeelay aayadihii ugu horreeyey soo degay nebigu ku soo degay sallallahu calayhi wasallam oo suuratu duxa ay ka mid tahay, yaa waxaa ka mid ahayd wala sawfa yuctiika fatarda, wala sawfa yuctiika rabbuka fatarda, wuu ku siin doonaa rabbi, waana raalli noqon doontaa, waa hadal cad oo ku tusaya ballanqaad ilaahay aakharo inuu nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh janna leeyay. marka waxa laygu samayn doono aakharo, ma jannaan geli doonaa mise cadaab, ma la ii dembi dhaafi doonaa mise la ii dembi dhaafi maayo, halkaa in la mariyo waa laga fiicanya. waxaa fiican in la yidhaahdo yacni ma garanayo waxa laygu samayn doono adduunka intaan joogo, oo miyaa laydili doonaa sidii rasuul halaba loo dilay, degmadan aan ku dhashay miyaa layga saari doonaa mise waan joogi doonaa, aniyo idinka maxaa ina dhex mari doono mustaqbalka soo socda, waxaan ka ogahay ma jiro wax ilaahay ii sheega mooye.
idin qiimo ogina waxa la idin ku sameyn doono ma dhulka la idin la goyn doona ma si kala la idin cadaabi doona ma iimaanka qaadan doontaan waad islaami doontaan arrimihiinana wax kama ogi aniga arrimahayga adduunyada intaan joogana waxba kama garanayo wax ilaahay ii sheegumay subxaana watacaala fasiirkaas oo arrinta adduunyada in laga dhiga waxaa dooranaya ibn jariir at-tabari imaamu lmufasiriin waxaa isaguna rajaxay sheekh maxamed amin shanqiti iyo culimo kaleeto macna ayib markii sidaas la yidhaahdo xadiid baa jira bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi umi alcalaa markuu dhintay cusmaan ibnu mascuun oo gabadha ansaariyada reerkooda ayuu ku tirsanaa nin reer muhaajiriya buu ahaa markuu dhintay ayaa waxay tidhi waxaan markaasi ka ahay ilaahay inuu ku karaameeyey markaasuu nabigu wuxuu ku yihi sal alay wasalam maxaa ku ogeysiyey umulcalaay inuu ilaahay karaameeyey markaasay tidhi rasuul ilaahay hadduusan ilaahay cusmaan ibnu mascuun karaameynin yaa kaloo u karaameyn ba markaasa nabigu wuxuu ku yihi sal alay wasalam ilaahay baan ku dhaartay qad jaa lyaqiin yaqiintii geeridii waa ku tibi khayrna waan u rajaynayaa bu nabi ur sal alay wasalam laakiin ma ogi anigoo rasuul ilaahay ah isaga iyo aniga toona waxna lagu samayn doono xadiiskaasi marka aayadda daahirkeedaad moodaa inuu waafaqsan yahay culimmadu marka jawaabtay ka bixinayaan laba ra'yi bay leeyihiin maa yufcalu bii walaa bikum maa yufcalu bihi culimmada qaar waxay leeyihiin aniga waxa laygu samayn doona xadiidka lafdigaasi waa shaad oo lafdiga maxfuudka waxa weeye walaa adrii maa yufcalu bihi isaga wax lagu samayn doono ma ogi amaa biidu maxfuud ma aha bay leeyihin ibnu kathiir baa hormuud ka ah culimmada sidaa qabta oo lafdiga bii ee xadiidka kusoo arooray shuduud ku xukmay haddii la daayana oo culimmada maxadisiinta qaar ka mid a ay macnaha wax weye sida ay qabaanna waxay leeyihiin waa intaa nabiga loo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi arrintiisa aakharo oon la wargelinin ayuu xadiisku ahaa bay qaarna odhanayaan ku jawaabayaan maana qul waxaa dhahda nebi maxamed maa kuntu ma ihi bidcan mid cusub oo bilow a ma ihi oo min arusuli rususha ka mid ah waa la iiga horreeya hawsha aniga layguma bilaabin wamaa adrii ma ogi maa yufcalu waxa la falayo bii aniga laygu falayo laygu samaynayo iyo walaa bikum iyo idinka wax laydinku falayo toon waxa laydinku samayn iyo aniga wax laygu samayn adduunka intaan joogno ma ogiwe garan maayo waxaan ku dambayn doon in attabicu maa yuuxaa in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa wax la waxyoon mooye ilaya aniga la ii waxyoonayo mooye waxa la ii waxyoonayo unbaan raaci wixii ilaahay ii sheego unbaan raaci mooye hadda waxaan la cilmigiisaba la ii faydin oon la ii sheeg ma geli karo wey wixii la ii waxyoodo unbaan anigu raacaya taasi waxay kutusaysaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qeybka cilmiga ilaahay khaaska uu la yahay waxba muusan ka garanayn inta loo sheego oo waxyigu u sheego amaa in aan loo sheegin nebi maxamed muusan aqoonin salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ceebna kuma aha oo macnaha waxa weye arrin yani waxa weye meel kaga dhac ma ahee yani ilaahay baa rasuul ka dhigtay subxaana wa tacaala rusushuna sidoodaba wixii loo soo sheega mooye wax kaleeta ma ayoga macna in attabicu ma raacayo ilaa maa shay mooye yuuxaa la waxyoonayo ilaya aniga wamaa ana aniguna ma ihi ilaa nadiirun diga mooyaane mubiinun oo digniintiisu cadda anigu inaan diga unbaan ogin meesha qul waxaa dhahda nebi maxamedow ara'aytu mal ii warrama in kaana hadduu yahay qur'aanku min cindi illaahi ilaahay agtiisa mid ka ahaaday oo alla xaggiisa uu ka yimid anigu aana jeebkaga kala imaanin meel kalena laga keenin ee alla agtiisa uu ka yimid oo wa kafartum idinkuna aada ku kufrideen bihi isaga aada ku kufrideen bal arrintaa ka warramay maxaad ilaahay ka filanaysaan marka macna ama waxaad tidhahdaa fa antum yani dullaalun daalimuun haddii sidaa arrinku yahay waad lunsan tihiin daalimiinna waa tihiin oo wa shahida uu markhaati marag furay shaahidun mid markhaati furayo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mida calaa mislihi ay calaa nafsi qur'aanka laftiisu ka markhaati kaca kaa reer bani israa'iil ee ka markhaati kacayaay culimmada tafsiirku waxay u badan yihiin waa saxaabigii cabdullaahi ibnu salaam wey haddii saas la yidhahdo waxay noqonaysaa aayadda qeybteedani madiinay kusoo degtay ee maka ma ah saas ay noqon laana cabdullaahi ibnu salaam waa saxaabi wuxuu ahaa reer yahuudeed oo caalim yahuudiya buu ahaa markiisii hore oo nebiga rumeeyo madiinuu ku islaamay markuu nebigu madiina yimid bacda alhijra ayuu soo islaamay haddii aayadda isaga lagu fasiro waa sida saxaabada qaarkood qabaan taabiciin fara badanna ay ku tageen wa shahida shaahidun min bani israa'iila calaa midlihi cabdullahi ibnu salaam haddii la yidhahdo aayaddu waxay noqonaysaa madaniya
القرآن في المدينة أنت اللي تسوي سود دقيقة نقولي سمر كمان ساسويا وأنا سيد اللوب بني إني سجل جود على مثل هذا محل جود مرة وشهيد شاهد من بني إسرائيل على مثله مثل راسي وحل جود بمعنى ذاته القرآن كلفت يسوع كما قتك أو مثلك بمعنى الذات والله استعماله ساسوي معنا يعني وحل إذا هذا من باب إطلاق المثل على الذات بلده مثلا أبو وحصمين يوحى الولية مثلك لا يفعل هذا مثلك لا يفعل هذا أذوك لي وحى المصمين يعني أذوك وحصمين بمعنى مركب مثل إذا بمعنى الشيء اللبتي سداته اللبتي ذا البردة سيدة سلام الشيخ محمد أمين الشنقيط عليه رحمة الله ومري وشهده مرخاتك عي وشهده مرك فري شاهد مد مرخاتي فريا ومن بني إسرائيل ري بني إسرائيل كمل على مثله أي على نفس القرآن كلفتي سوك مرخاتك عي ومحوغ مرخاتك عي لأن التوريد بكور هي توريد ما دام أكور هي توريد وأقول لها قرآن كالمركو أركي كي توريد لغو الشيء إنو يهي بقري توريد روحي كي يالو إلهي إن لو كليو يعني عبادة إيه قرآن كلموه كهل لينا مباديدنا إنه إسكمدهم بمرخاتي فري فأعمل مركاسي الرمي أو واستكبرتم إذن كل واد اسكبرسين بل من غير بني إسرائيل يا انتو يمد كم مرخاتي كعي حق نمديس هذا هو ليب الرومين كدري إيه رائق الرعب إذن كي نبيكو إذن كبه شيء اللي إذن لسو قستينا واد اسكبرسين واد اسكوين إسيسين بل أرمتها كورهم معناه يروح القورة فآمنا واستكبرتم كوا إذن كقيمة بضن برميوه معنا كوا إذن كقيمة بضن علمدي ري يهوديد أقونت لهي التوريد أقونت أولهي الكتاب كوين رميين وين كما قاتك إذن كان وحا أدسلك كبرين يسانو أنو جهلي أقون دروا معنا فاستكبرتم أودس وين يسيسين إن الله ألا لا يهدي مهنوني القوم قومك مهنوني الظالمين إيه ظالمين تعال وقال وحي لهم الذين كوي وحي لهم كفروا كفرين للذين كوي وحكوا لذين آمنوا رمي لو كان هدو أهان لها قرآن محمد وحو لي من هدو أهان لها خيرا خيرا هدو أهان لها ما سبقونا مين الله ظهر مرين إليه إساق مين الله ظهر مرين وإذ وقت لم يهتدوا أين الهنون به قرآن كأين كهنوننا فسيقولون وحي أرليان هذا وحي أرندونا هذا كان إفك ومصدد يبين أبورت قديم أهريوي ومن قبله هرتين وحاها كتاب موسى موسى كتاب كيسي اياه اماما حال ايهي ميده الجامياء ولغو الضيضون للرعب والرحمة ايه النحريس شو خلق اللغو نحريساني وهذا كان كتاب كتابي مصدق الرمينية كي هر كتبتي هر الرمينية لسان الحال ايه اللقد عربيا او عربي قال له اني لينذر محاويه لينذر انه ديقى درادت الذين كوي ظلموا الظلميين ادقوا دراد الكتاب إيه وبشرى بشارين للمحسنين قوى السماء صلى الله بشارين يوم معنا إن الذين كوى قالوا يلي ربنا ربك الله الله ألوه ثم كذبنا استقاموا توصي فلا خوف عسي عليهم كركو رماهان ولا هم ملائنانهان يحزنون كوى مرقى أولئك كوى في أصحاب الجنة جنة ذات كذيوي خالدين حال كوى ريا فيها جنة الحيدة جزاء جوزوا ولا أبال مريء جزاء أبال مريم بما كانوا بما شيء سيبتبع لقوا أبال مريء كانوا أيهايين يعملونك وعمل فلا وقال الذين كفروا للذين آمنوا وقال وحيد هذين الذين كوي كفروا كفريي للذين كوي وحيد هذين آمنوا همي وضياشي عربات قال لها فوحي كوي هذين مؤمنين النبي محمد راعي والله قوضه هو ودي اسكدن ليدها يا مساكينتي سيدة صهيب ايو بلال ايو خباب ابن الاردت ايو يعني آل ياسر ايو يعني دسكي اسكمواليد ايو مساكينتا اهاي النبي الرعي ايا اضياشي عربادي قالبا هابا وحي كوي لهلين لو كان هدوي هاي كان محمد ليمي خيرا هدو خيري او اواناقي هو حقي هاي ما سبقونا كوا المساكين تي مين النوغهر مرين إليه حقي سمين النوغهر مرين معناها وحوي إنو سن خير هاي وحا كتوسية وضياشي يددكي مقع لها يمضح دينا ويكاستاين كوا المساكين نويقاتين هدو خير يهينا
odayaasha xoolaha leh magaca leh madaxda ah la raacsan yahay baa u hormari lahaa. Hadduu khayr yahay noogamayna hormarin oo maxay u dalishanaya? Laanna waxay leeyihiin adduunyada annagaa gacanta ku hayna, annagaa xoolihii hayna, annagaa barwaaqadii hayna, annagaa kana, annagaa sidana. Saas daraaddeed wixii khayraba maadaama adduunyada annagu aan horayno, khayrka hadduu maxamed wuxuu wata khayr yahayna saasoo kale baan ugu hormari lahay. Laakiin maadaama annagu aan dib uga haysana kuwan ugu hormareen inuu shar yahay baa iyo daliil u tahay uusan khayr ahayn maana. Law kaana khayran, khayr hadduu ahaan lahaa maa sabaquuna, mayna nooga hormareen ilayhi, xaggiisa mayna nooga hormareen. Rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala waid waqtiga lam yahtaduu, aynan hanuunin bihi, qur'aanka ayna ku hanuunin, marba haddayna ku hanuunin oo ayagu ay diideen, fasayaquuluuna waxay odhan doonaan haada kani ifkun, waa musabbid iyo been abuurad, qadiimun oo horeeyey. Marba hadday iyagu diideen, diidada ay diideen baa waxay leeyihiin markaasi waxay u tahay inuu yahay been abuurad. Ayagaa marka miisaan ah shayga iyagu mowqifkay ka istaagaan buu ku gowracayn. Hadday iyagu diidaan waa been abuurad aan waxba ka jirin. Haddii iyagu ay qaataan oo u hormaraan waa xaq, haddii iyagu ay ka istaagaan waa baadil. Marba hadday qaadan waayeen oo looga hormaray iyaguna beeniyeen, warkoodu waxay wax weeye un inay dhahaan waa masadid iyo been abuurad hore oo horreeye umada hore laga keenay weye macna saasay dhaheen. Waa bini aadamku waa saas. Bini aadamka sidiisaba waxaan anigu wato iyo waxaan ahay unbaa saxab u taagay, wixii aniga ikhilaafsanna waa baadil. Isagaas miskiinka shalay tayimid ee aqoonta lahaynee jaahilka baa wuxuu isaga dhigayaa miisaanka iyo mowqifkuu qaato baa miisaan u ah wax kasta. Waxaan anigu qaatana waa sax, waxaan anigu diidana waa baadil. Halkaas istaagaya macna waid waqtiga lam yahtaduu, aynan hanuunin bihi, qur'aanka ayna ku hanuunin, fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan haadaa kani ifkun, waa masabid iyo been abuurad, qadiimun oo horreeyey oo waqti hore ah. Wa min qablihi buu rabbi subxaana wa tacaala, kan hortii waxaa ahaa kitaabu muusa, nabi muuse kitaabkiisiibaa hortii ahaa oo injiil baaba ka dambaysay. Maxaa loo sheegi waayey injiil iyo tawreed markay leedo tawreed baa ka weyneyd, laanna injiil dhammaystir bay u ahayd tawreed. Saas daraaddeed kitaabka asalkii wuxuu ahaa kitaabkii nabi muuse lagu soo dejiyey tawreed ah. Wa min qablihi, kan hortii waxaa ahaa kitaabu muusa, muuse kitaabkiisii tawreed ahaa, imaaman xaal uu yahay ku lagu daydo la raaco oo dadka khayr ku hogaamiya, wa raxmatan, iyo naxariisasho ilaahay khalqigiisa ugu naxariisanaya xaalo wey. Wa haada kana, nabi maxamed lagu soo dejiyeyna kitaabun, kitaab wey, kitaabkaasoo musadiqun, rumaynaya kutubtii ka horreysay uu markhaati kacaya, lisaanan xaalo uu yahay carab, carabiyan oo carabi loo aaneeyey, yacni lisaanku waa luqad, lisaanan xaal uu luqad yahay, lisaankaasoo carabiyan carabi loo aaneeyo, carabi loo nisbeeyey, luqadda carabiga xaalo wey. Liyundira, maxaa kitaabkan loo soo dejiyey? Liyundira, inuu digo daraaddeed kitaabku inuu digo, alladiina, kuwii inuu u digo, dalamuu, dulmiga sameeyey, kuwa macaasida iyo shirkiga ku jira kuwa in loo digo darteed baa kitaabkan loo soo dejiyey. Iyo wa bushraa bishaarayn, oo maxaa looga digayaa kuwa hore cadaab iyo ciqaabti leh. Iyo wa bushraa bishaarayn lilmuxsini, bushaarayn darteed lilmuxsiniina, kuwa samafale ee wanaagga sameeya camalkooda hagaajiyana bushaarayn loo bishaaraynaya daraaddeed. Oo ninkii wanaag sameeyowna kitaabku wuxuu leeyahay janno iyo wanaag baan lagugu bishaaraynaya mustaqbalka. Ninkii kitaabkaa diidee daalim kowna waxaad ku talagashaa waa cadaab ilaahay iyo cadhadiisa iska jirooba, taasu u digayaa macna. Ina alladiina, kuwa qaaluu yidhi rabbuna, rabbiganna, allahu, alla wey, oo qalbigooda hogaamiyey, carabkana sidaa ka yidhi, summa, kadibna, istaqaamuu, toosay, toosnaaday oo mabda'a iimaanka ku toosay, xubnahoodii iyo dhaqankoodii oo dhan ku hagaajiyey, falaa khawfun, wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin, walaa hum, mana aynan ahaanin, yaxzanuuna, kuwa murga, cabsi korkooda ma ahaanin waxa ku soo socda, walaa hum yaxzanuuna, wax ka tegayoy waayeenna u murgi maayaan, ulaa'ika, kuwaasi, asxaabu ljannati, jannada dadkeedii wey, khaalidiina, way kuwa xaalay ku waarayaan, fiihaa, jannada dhexeeda ay ku waarayaan, jazaa'an, juuzuu, waa la abaalmariyey, jazaa'an, abaalmarin, bimaa, shay, sababtii baa lagu abaalmariyey, kaanuu ay ahaayeen, yacmaluu, waa kuwa camal fala, waxay shaqaysan jireen iyo dadaalkoodii baa abaalgud laga siiyey wey macna. Wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaanan, xamalathu ummuhu kurhaa, wawasaynaa, waan dardaaranay bu rabbi subxaana wa tacaala alinsaana, insaankii waxaan u dardaaranay, biwaalidayhi, labadii dhalay, ixsaanan baan u dardaaranay sawafal, inuu sawafalo, xamalathu, way xambaartay, ummuhu, hooyadii way xambaartay, kurhan, daata kurhin, kahasho, mid u saaxiiba xaalay tahay,
يدو كهانا يصد يصنيس ووضعت ويدكيسو ويأمشي كرهم ذات كرهم يعني كهشو يدبسي حالة يصحيت أي يصنيس معنا وحمله حمباريديس إيه وفصاله صاعا كيسا أناس ككقو 30 شهر أناس ككقو أي 30 شهرا صدن بلده حتى إذا بلغ مركو قاري أشده أدي جيس مركو قاري هو بلغ أقاري 40 سنة أفرت سنة أقاري أي قال وحي ربي ربي يو أوزعني يعني وحي إبو إلهامي إبو إلهامي يو مد يعني سمية أوزعني إبو إلهامي أن أشكر إلى شكري نعمتك نعمة إلى كشكري التي النعمة سواء أنعمت أن نمعيس عليه كركي أدي قل نمعيس يو على والدي يلا مضى إضل كركي أدي قل نمعيس وأن أعمل إن عمل فلنا إذن إبو إلهامي صالحا عمل ونسان إلى فلو كاسو ترضاه أدرى لكطح وأصلح ألا وناتي لي أنيق إي وناتي في ذريتي عرورت إذا نحفظ إي وناتي فعين إني أنه طبت والنقضي إليك أديك حقا قال النقضي وإني أنهنا من المسلمين هجان سنياشا متك مدانح أولئك كوا سيدا سمية أولئك كوا سي الذين كووين نتقبلوا أنه أقبلوا عنهم أقبلوا أنه كأقبلوا أحسن ما عملوا وحي سميين كأبونا سن وحي سميين كأبونا أقبلن كوا أنه كأقبلوا ومن تجاوزوا أن قافنوا عن سيئات محمايال كوضنا أنسك قافنوا في أصحاب الجنة جنة أصحاب في الحال أي كل احتران وكل احسقينهم وعد الصدق رمت يبوها يدبو وعد الله يبوها وعد الصدق رمت يبوها يبوها الذي كاسو كانوا أي أهايين الذي وعد كاسو كانوا أي أهايين يوعدونك والله يبوها أدونك إنتي تشوقين ومعنى حقوق ذا إله سبحانه وتعالى مجمع حقوقها الله يا والدك يا روح سيدا لدوليهم الدنيا انتو تشوغا انو ادقم ووصينا الانسان بوالديه احسانا انسان كيبا نقدر دار نقر برسبحانه تعالى اللوضع بشي لودي سوالد ابيه هو يدي سمفل انو سمفله ومعنى باره انو هذا الكوضن او يالو اما الكوضن او قادسو يعني وحي تبرتي ساو سلمعنى وحوي كهكرنن يعني وحوي لددانو احسان كإن الله انتي احسان وحي لبهودن والدين في أيام أرنتا كل دردار نقول بله سبحانه وتعالى إنه أصبعه والدين في لودي والد أيها هذانا لسيك القاضي ويكالا دباسة بني هو يدا أيام منان قولي لسيسي حيالي هو يدو لبك أي كلاك الميسة إلمها أما يعني أوركيس أما داليديس أما كورينتيس لبك أي كلاك الميسة أبوه كلاما كلمه ساس درادة بيكحب صحبتي ضدك يا أوحق لمبرا لصاحبي ضيدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يدا يا كحب هو يدا يا كحب هو يدا يا كحب أفري أبوها أبو نبي صلى الله عليه وسلم أبوه مركب لشد أفراد بإيمانية صدح قور بيكسكه الرئيسة ومعنى حقانا يقول الرئيس ساس درادة بآياد مركب لمدي واريد بدردارا قود إلى سيسي بيه يدي سيقوري أحسن حملته أمه كرها هو يدي ويحن بارتي والبر سبحانه وتعالى يعني هو أوركي أوركي كسد ويودي أيضا كهانا يسوء لبسانيس لبطن بكلا قلنت وكان صامرني حملته أمه وهنا على وهن سؤال تجدون وهنا على وهن يعني هو ضعف تبردري تبردري كليت الدول سارا أي هو يدي كحن بارتي يعني وهنا على وهن معناه هو يان مركز طوع أورك سوى إلى ذبا هو يدو تبردرين ويسي تبردرين يسون إلى أي كأم شيء خاص أمي تبرت يدوس سعد ساس نفق دال هي الرفات هي عليز هي دب هي حنون ساس معنا ووضعت كرها مركي أم ليسينا كهشاء هي دب هي الرفات بيكومش هي كبت وفاشي هديت هاي بلتانكي يعني وحي كدم به ووضعت كرها انت كريا كجمهرنا هدين امنا وربنان كمر لمده هنا وحمله وفصاله 30 شهرا لوصل او دنبه لسين نوچين هيا انفسي تعلق يو الناس كده انوه معايا لي وحالا يلي اور كيسا انت اور كاللوسي دي اي انتو الناس ككجو اهي او كسعن هاي مالك اللي اسكدر اي واصدن بلوت انتو الناس كنوه يوا انت والله وصله
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وكان صومنا في سورة البقرة آيات قال قدوسي وفصاله وفصاله في عامين والله ما صنع صدّم بلاد أو مركا يسوق شراء أوركي ينوتشنتي مركي الله وصل اللي جبه يلا واتني أفر بلاده ما قصه عليه لح بلاد لحلا بلاد وامد يفوق هذا يعلم هذا كقاسين أوركو مدة أغير المه أورك كتشر كروا لح بلاد لح بلاد وش الكير أورك أدوا عبد شيماء مثل هذا إسلام كولانتان وعشان بلاد المكومش المن نور وحية أما شام بلاد يبان المن هزادو ماذا بلين ولا قاقه الرئيب معنا حيالة المن نور كمات بلنكر أو صعة لح بلاد وحية كاية كمات بلنكر فقهد ولي وحي قدر أول لحظتها يلا وإن برسي بالرعيان ساسي معنا مركا حقيا لقاقه أنا قرآن كتوصي وأميدا يسويين تجادان دلالة الإشارة لدان قرآن كوو إشارة مدة أغيرا المن أورك كتشري كرو markii aayadaha la isugu geeyay laga soo dhaxsaaray maana ujeedada markaa hadda meesha laakiin laga leeyahay wax weey ilmahani intu hooyadii dul saarna oo dhibahayo ama ay nuujinaysay ama uurka ku siday ama ay umulaysay taa macna maadaama dibka ay kula soo martay marka wax weeyaan waalidka ihsaan iyo u soo falo ihsaan u samee saasala le macna hatta ida balagha ashuddahu markuu adeegiisa gaaro afartan sano la u gaaro waahiliga noloshiisu kor u socodkeedii uu dhamaado jaranjarada uu hoos uga dagayo hoosna markaa u soconay markaas la doonaya inuu tababushay si diyaar garow galo oo adduunyada uusan kor ugu foofin aakhira uu laabta la doonayo macna markaas wuxuu oranayaa rabbi uu zicni wuu oranayaa bal waxaana laga wada hayiraahdo saas macna yaani waa arin yaani sidii wax dhacayba laga dhiibaa taakiid laakiin waa shay laga dalbayo leena leeyahay sidaa dhaha xaaladu markaad adkaataano عقلي جيني يشيكي نوا أري جي سجاره أفرت سنة أذجادان سيدا الله ينكره معنا معي ربي أوزعني أن أشكر إلهي واحد يقول إلها نساء إن النعمة هذا كشكري نعمة صدق أنا جاي يقول لي معي لبدي دي والد أقول لي معي سي إلا النعمة ده والد كان لوج علي أديك أنا والوج علي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم والد كتب لوج لي عندي ماذا يلا مك والد كان النعمة ده لوج علي أديك أنا والوج علي واحد كرد إلهه يجي لها نساء إلى سميع عمل صالح وادخل لك طه عمل صالح وأديك درت أصميني سنة النبي جعل وافق صن عمل خاص وادخل لك طه السمين تيسنا إله يقولهم وحقر إله كويد سنة يا إنا العبورة إيه جاش وأصلح لي في ذريتي عبورتنا إله إيه جاش إلا ندردار بوي آخر أبو سعطاء ومرك واحد يقولي هاي إنا سريرتي ميت كفوشو قبر الغصي قادو وحولك حاجة الله طبعا adiga badan ha ku sii tashay ee wuxuuga sagootiyo baldardaaran iyo duco iyo wax ka tagay macna saas la doonayaa hadaba 40 daadeeda gasho bas saas la doonayaa macna inaad macnaheedu isdhiibto allah waa noqdo ilayka adaan ku soo noqday muslimiinta hoggaansan baa la kamida kuwa wayan buu kuwa rabbi subhanahu wa ta'ala waalid kuna ihsaanka u sameeya oo bariga u ah markay yani jirkoodu adkaadana aan iskibrinina ilaahay u laabto bariyada sameeya kuwa way kuwa nu ka aqbalo amalkooda kiisa ugu wanaagsan xumaayaalkoodana waan u dhaafnaa ayaga oo weliba jannada kuwa galay dhexdooda ku jira ballanqaad run ah iyo yabo run ah oo xagga ilaahay ka yimid subxaana wa tacaala yabohii adduunka marka jiro loo yabo jiray wawasayna waan dardaaranay alinsaana insaanki waxaan u dardaaranay biwaalideyhi labadii dhalay ixsaanan samafal baan u dardaaranay inuu u samafalo yacni wax way u baarinimo sameeyo labada waalid ayagaa jannada ku gudban haddaadan ayaga baarinimadooda ku dadaalin إلهي سبحانه وتعالى أكدس جنك إلميس فإن هذا هو إلهي قتل جمعنا حملته ويحنبارته يدي حملته ويحنبارته أمه يدي بحنبارته وقورك كحنبارته كرها ذات كره كهشمد صاحب حال أيضها أيضا كهانا يسوء نفسنا يسوء كذلك يرفاد يسوء أيه حنبارته وقورك كسيدي ويعني ولعي إيه عليس كسي إيه لبنا بك لكلامه ووضعت ويدك سيء ويقوم شيء كرها ذات كره كهشمد صاحب حالك مركي مليسين مشقية نبضن بيبنا كالكولانتي وفوشي يضلدي يرفضي كالكولانتي وحمله حمباردي سأورك اللغو حمباري وفصاله يصوعن كي سأورناس كالصوع ميو كالبو أين
ثلاثون شهرا ثلاثون صدن وي شهرا أو بلاد صدن بلاد وي معنى امتاز أي معنى وحو يضع وكتعلقه. طيب هذا انت وليب كهر ما يلا وكوين هذا وكتورق له يدي أبو كتيرسين يدي أبو كتيرسين معنى مركا انت سو أبالا عدي كوسو قشيو إلى هاي كل لي سبحانه وتعالى عليه كل لي لين أمها العلي والدنا ذا انت سو دنقوصو مرتينها هالمامي ومعنى أبا الله وها النقل ساسال نبري حتى إذا بلغ مركو قاري أشده إسلام كما حسين تيسي كم يتهي إن أودت كبره وحل إلى هذا أبالك إيا ولاكي سمعنا كفر إيا النرام كان كافرين تهدى هو إيا معنى هذا ما بيقى نبي هو محي قدام محي سقشع ما بيقى نبي ساسي معنى يعني وحو إيان أيضا إنت سوء الموضى شيء بيها دم السيدي إسلام قبل لك يعني قبل لك لك نور قبل ولي قد يضم بلنك لك نبي معنى حتى إذا بلغ مركو قاري أشده أليكي سمركو قاري وهو بلغ أقال 40 سنة أفرطا سنة أقال أيه قال وحي هيل هذا لقورة ربي ربك يو أوزعني كي هراء إغير أوزعني كي هراء هراء هريد وعلم مد علية ومعنى وحويان آن كده بحن العلية يعني ألهمني وكفني عما سواه إله إبو إلهامي ربي ربك يو أوزعني كي هراء إغير يعني حوله هريتان قصود غنا علم تودول مد علية أو خرا أو دبالة إجيل أن أشكر إنا شكريه شكري قد دبالي ديسي علم ديسي قد حدحل أن تيسا تا إله يقول لها بمعنى أن أشكر إنا شكريه نعمتك النعمة هذا إنا كشكريه التي النعمة سواء أنعمت أبن معيس علي كركي قاد يقول معيس أما نعمة الدنيا هالنقطة أما نعمة الدين هالنقطة إيه على والدي إيه لبدي دوالي فكركو رأضون معيسي وأن أعمل إن العمل فلو إله إبو إلهامي صالحا عمل وناكسا كاسو ترضاه أضرى لكطا وأصلح إله وناكس لي أنك إي وناكي في درية عرورت إذا دحدا إله وناك إيدك إله إلمها إيها قاج حدو كالتي أبو هبونت ودو عدس معايلة حل في تنبي متشغلاي وعرورت لكر الله وإني أنك تبت والله إليك أذيك أن كل الله ربي وإني أنه من المسلمين هجان سنياشا كم بدعي إله بريد إذا إقابل بمعنى أولئك كواسي الذين كووي نتقبل أن أقبلي نون أقبلوي عنهم حق هذا أحسن ما عملوا وحي سميين كأقوة ناكسن أقوة ناكبضن يانو كأقبل الله ونتجاوز وانو ضعفنا عن سيئات محمان يالكوذر وانو ضعفنا والإفتعتنا في أصحاب الجنة في جنة أصحاب هذا حالي كده سبيهم وعد الصدق وعد الله يوهي وعد الصدق رن يبوهد يبوه رن أوي معنى وعد الصدق رن يبوه أيو يبوهي الذي يبوها سو كانوا أي أهي يعدون كو الله يبوه أدون كما كيشوه معنى ويبوه بطع وإن شلد اللقين هيو أبا القد ونسل الله أكدس أكلهين سبحانه وتعالى والذي مثل قال يقول ونسل والد كون النباريون وإلهين يقان كو أمرك لك هذا كو عكس وذهب الشبيل والذي كو قال يري لوالديه لودي طلعي كيري أفن أفبا لكما أفن أفبا ليذن لكما لبدين أفبا ثم أتعدانني موحد إيا بوهيسان أن أخرج إن لي صوصاري مركان دين سكده وقبر قال لي صوصاري والحال قد خلق يضو أي تكتي القرون أمده أي تغان من قبل أنيق خرتي وحل سبحينا أنا نعدك الله حتى وهما لبضوا دون مركو سيدا ليه يستغيثان وحي قرقار ويديسانيا الله ألا أي قرقار ويديسانيا إله الله نوري بليه وحي ليهن ويلك إلهي قرقار ويديسانيا قائلين حالا إليهن ويلك هو قاقي ورهوار قبي آمين رميه ورألا إي آخر رميه إن وعد الله ألا يبوه سحق حق وي فيقول مركز أوحي أولي ما هذا كلمة أهانم إلا أساطير الأولين أمديه هوري وحيابه لغسو بوريه لغسو قري إيه وحبا أين كتشرين وكتر كتان أولئك قواس الذين كووا حق واجبي أو حق نغضو سبناري عليهم كركوضا القول أراهري أيكو سبنات وكلمة العذاب في أمم أمضاق حدد حالا أيكو سبين أمضاها سو قد خلط تكتين من قبل مهرطو تكتين تقوي أو من الجن تنئي والإنسي إنسي إنهم يقو كانوا وحي أهين خاسرين كوا خساري أهين ولكل مد والبوحة أسنا ذي مد لأركو مد كستوحة أسنا ذو لوضع كوحوضة
درجات درجوين باو سغنانه مما عملوا وحي سميين حقي سأي درجوين كو غسغنانين وليوفيهم إنو أوفي درادين اللي أعمالهم عمليالكو ده إنو أوفي درتين والحال هم إيقال لا يظلمون أن لدلمين أي فعل ذلك سلاوي يالك إنو أوفي أيهم لدلمين والبحيسي وبحي الله سيو صار برتين برب ساوي يالي سبحانه وتعالى والذي قال لوالديه أفل لكما والذي ذا سي بمعنى الذين هو الجمع مفردهان بهذا وطلع لكي هو الجمع ساسو معنى ساسو صوابا إني تاين وحا كتوصي خبر كوا أولئك أولئك وجمع قاعدتنا وحويا المبتدوه هدو يهي مفردها خبر كوا مفرده هدو مبتدوه جمع يهي خبر كوا وين مطابقية ومعنى ساسو يعني مركا والذي ذو بمعنى والذين وي وانا صمدنا القرآن كما لا ينقص أمرني الذي أو بمعنى الذين هو استعماله والذي جاء بالصدق وصدق به وإن ينقص أمرنا معنى الكثير كثير صحابة المعنى طيب والذي يعني كوة والد كوة أرانا يأفل لكما أفل يعني وكلمة روح مركو حناقو إلى هذا يعني أفبتهم بمعنى أفبتهم بل الله بشرك لي طيب يعني وعاق مركز إلا والك يروح السداء وأفهمية وانصمر لي رب سبحانه وتعالى إنه يقول ولا تقل لهما أف صلاة فلا تقل لهما أف أقولهم لولا ذا والك أف أفهمها أقولهم فعل حنها أقولك عن مرك أف مرك كوي لبدي سوالد وأف لكما كوي وعاق ويمعنى كو تلوى العاق نمر وحقدر صدي آخر بشريتان كذا وكدو ذي وحقول إلا لبدي ضلي أو مؤمنين أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ما واحد إيه يبوه إنسان وأنا يقولش كان إنسان مركع بمطيمة طوال بسوعدي أيضا أمدي هوري تجي هل روح على سنة لي أوسن توقن هذا ما دي تستان هل روح أمدي هورا الله صوع لي خرافات يوم بلي واحد أقري إنسان واحد بك مجر سيدا مركو ليه أيضا إلهي ببرية وهما يستغيثان الله إلهي بقرقار ويدي سنيان oo waxay u weydiisanay ilaahu noo hanuuni bilay ilaahu noo qabo ama ma ilaahay gargaar waxay ka weydiisanayaan shirkiisa inuu dhac ka mari ah waxay ku leeyihiin waylaka aamin warhabar kugu dhacay oo halaag kugu dhacay rumee allana rumee aakhira inay jirtana rumee bilay iyo waxa ilaahay aakhira u yahay waa xaq ah markaas wuxuu leeyahay ma hada illa asatirul awwalin wa khurafat iyo kutiri kutel iyo sheekooyin waxba ka jira umadii hore laga soo guuriyay waxa qoraafaad gudrumaysantii buu kale macna rabbi uu subhanahu wa ta'ala kuwasi aakharna aan rumaysnayn waalid koodna aan baariga u ahayn waa kuwa ilaahay kelimadiisa cadaabku ay korkooda ku waajibtay way la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina qawl kaasi ama kelimadaasi dadkay korkooda ku sugnatay way iyagoo ummada ku dhex jira ma kali goodba may ummada kale isla socdaano horey u tagay oo jin iyo insi ah kuwa iyagoo ku dhex jira ayay kelimada ilaahay korkooda ku sugnaatay cadaab galaya waxa yeelay innahum kaanu khaasirina kuwa khasaaray yahay laba qolo la soo sheegay marka qolo waa qolade qolo waa qolada waalidkood baariga u ah ilaahayna u mahadcelinay amal saalixana ku dadaalay caruurtoodana ilaahay u baryay qolana waa qolada dambo oo caaq oo waalidkiina caaq ku aakhirana aan rumaysnayn wali kullin mid kasta oo labada qolo kamida darajadu baa usugnaatay minna naarta dhexdeedu darajad ku leeyahay minna jannada dhexdeedu darajad ku leeyahay saas loo kala tagay maana mid walba wuxuu leeyahay dabaqyo minna jannada dhexdeedu dabaqyo sare ku leeyahay minna naarta dhexdeedu dabaqyo kala hooseeya ku leeyahay wali kullin darajatu ma ay ku dhacday mimma amilu qol walba waxay sameeyeen oo caabalkeedii maana allah subhanahu wa ta'ala sida wuxuu u yeelay laba arimood in uu oo fiye amalkay shaqaysteen qolo walba si dhameystiran abaalgudkeeda u siiyo waliba iyagoo la dulmiyeyna way macna walladii kuwa qaala yidhi liwaalidayhi labadiisa waalid ku yidhi uffin uf baa idin ha uf baa laydin yidhi lakumaa labadiinna uf baa labadiinna laydin yidhi midka sidaa yidhi ha kuwa sidaa yidhi atacidaanini ma waxaad ii yaboohaysaan أن أخرج إن ليسوا ساري مركان دنتكت وقد خلت يدو أي تكتي القرون أمره أي تكين من قبلي هرتي وحل صبحين أين تشرب والحال بسيدة ليه هما لبضوض
labadii waalidna yastagiithaani ay gargaar weydiisanayaan allaha alle ay gargaar weydiisanayaan oo ilaahay inuu u hanuuniyay weydiisanayaan ama sharkiisa ilaahay inuu ka nabadgeliyay gargaar u weydiisanayaan waxay ku leeyihiin qaa'ilayni xaalo ay odhanayaan weylaka hoogaage aamin rume allaha walyowm alaakhir alle iyo maalinta aakhara rume maxaa yeelay ina wacd allahi alle yabohiisu xaqun xaq weeye warniyowha iska yeeliye oo ilaahay ka baq fayaquulu markaa wuxuu leeyahay maa haadaa kani ma ahaanin ilaa asaatiiru lawaliina ummadihii hore khuraafaadkii laga soo guriyey laga soo sadareeyey ee laga keenay mooye wax kale ma ah aakharadan iyo waxaanaad sheegaysaa waa uu khuraafa odhanaya macna yacni waxa weeye suuradu waxa weeye waa labadii waalid baa mu'miniin ah oo dad ahlul iimaan ah ilmihiina waa ilmo gaal ah ilmihiina waa ilmo gaal ah doodana marka dhex marayso marka koowaad waa caaq marka labaadna ilaahay ma yaqaan aakharana ma yaqaan xaqii ilaahayna waa ka tegey xaqii waalidiintana waa ka tegey waxba ma hayo saas wey macanaa ulaa'ika kuwaasi marka waladiina khabarkeedi wey ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa weeye xaqa uu sugnaaday calayhim korkooda alqowlu odhaahdii cadaabku ay korkooda ku sugnaatay fii ummamin ummada dhexdooda xaalo ay ku sugan yihiin ummadahaasoo qad khalad tagtay min qablihim hortood oo min aljinni jin iyo walinsi insi ah gaaladii ka horreeyey iyo iyagaba cadaabkay wada gelayaan innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen khaasiriina kuwa khasaare bay ahaayeen walikullin mid kasta waxaa u sugnaaday mid kasta oo labada qaybood ka mid a labada kooxood ama labada gruub darajaatun darajooyin baa u sugnaaday mimaa camiluu waxay sameeyeen xaggiisayna uga sugnaadeen qolona naarta dhexdeeday dabaqyo ku leeyihiin qolona jannada dhexdeed dabaqyo ku leeyihin waliyuwafiyahum iyo inuu oofiyo darteed alla inuu u oofiyo acmaalahum camalyaalkooda inuu u oofiyo daraaddeed wahum iyaga oo laa yudlamuuna aan la dulmiyeynin middaa daraaddeed buu facala dalika sidaa alla u yeelay subxana wa tacala middaa darteed ayuu saa u yeelay wayowma yucradu aladiina kafaruu cala annaari adhabtum tayibaatikum fii xayaatikum dunya marka waxaa la doonayaa adiga inaad ku dadaasho ilaahay xaqiisana gudo subxaana wa tacaala xaqa addoommadana gudo labadaa xaq ruuxii gutaa in shaa allahu tacaala ilaahay agtiisa wanaag buu ku leeyahy xaqa ilaahay ruuxii meel kaga dhaca ama xuquuqda addoommadu leeyihiin gudan waayaay kaasina ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala xumaan baa u taalla wey macna wayowma maalinka sheeke yucradu la bandhigi alladiina kuwii kafaruu kufriyey cala annaari naarta korkeeda loo bandhigayo oo maxaa lagu odhanaya yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa adhabtum waa tagsiiseen tayibaatikum wanaagiyaalkiinnii waa tagsiiseen fii xayaatikum noloshiinnii dhexdeedaad ku tagsiiseen addunyaa ee liidatay wastamtactum waad raaxaysateen bihaa tayibaatkiinnii halkaasaad ku qaadateen oo ku raaxaysateen falyowma maanta ayaa tujzawna laydinku abaalmarini cadaaba alhuuni yacni waxa weeyaan yacni ihaanada cadaabkeeda liiditaanka liidnaanta ama liididda cadaabkeeda ayaa laydinku abaalmarinaya bimaa kuntum ahaanshihiinna sababteed aad ahaydeen tastakbiruuna kuwa iskibriya fil ardi dhulka dhexdiisa kuwa isku kibriya bikayri ilxaqi xaq darro xaq la-aan kuwa isku kibriya wa bimaa kuntum iyo ahaanshihiinna sababteed tafsuquuna kuwa ilaahay daacadiisa ka baxa aad ahaydeen labada arrimood sababtooda ayaasaa laydinku gelayaa wey aayadda horeynu soo marno waladii qaala liwaalidayhi uffin lakumaa yani culimada yani ragga qaarkood baa waxay yidhaahdeen waxay ku soo degtay ninkii la odhan jiray cabdiraxmaan ibni abibakr sidiiq hadalkaasi hadal sawaaba maah cabdiraxmaan ibni abibakr sidiiq radi allahu canhu wuxuu ka mid ahaa saxaabi jaliil ah oo aada u qiimo badan marka in lagu fasiro la yidhahdo isagay ku soo degtay sida kutubta tafaasiirta qaarkooda ku yaallaay sax maaha sawaab maaha taas macna wayowma yucradu aladiina kafaruu cala annaari wayowma maalin ka sheekeey nebi maxamedow yucradu la bandhigayo alladiina kuwii kafaruu kufriyey cala annaari naarta korkeeda loo bandhigayo da lasoo kaxeeya naarta lasoo dultubaya culimada qaarna waxay leyi may markaa naartayba ku jiraan oo way la baashireen markaasa waxaa lagu leeyahy adhabtum waa tagsiiseen tayibaatikum wanaagyaalkiinnii waa tagsiiseen fii xayaatikum noloshiina dhexdeedaad ku tagsiiseen addunya ee liidatay wixii wanaageed lahaydeen horaad u qaadateen waa tabiseen waxba idinma hadhin ayib wastamtactum waad la raaxaysateen bihaa dayibaadkii waad ku raaxaysateen raaxadii adduunyaad ku soo dhamaysateen dayibaadkiinniina horaad u gudateen wax idiin yaalla maanta ma jiro maanta maxaa uun halkan aad ugu timaadeen falyowma maanta tujzawna waa laydin abaalmarin
عذاب الهون ليدنانت أما إهانة عذاب كذيبا ليدنك أبا المريني وحكما ماشي إذن يا المجر وحي نين فراد أبا ميستان بما كنتم أهانشهين سببت با عذاب كاسي ليدنك أبا المريني أدنك مركز شوكتين أبا هيدان تستكبرون كويس كبرية في الأرض بلوك تحديثا بغير الحق حق لآن قربرها تسكو كبرينيس حق يقر ميلا رولها إن إسكبرين تي إسلوين كان تي السبب تيدوي سببت الله واري وحوي وبما كنتم أهانشه إني سببت تفسقونك وإلهي باعدي سكبح الله هيدان باعد إلهي إي خيرك إي توحيدك وتكبحي شرتين وشرك إي بدعي إي قالوا إي فجور أدو بحي شرتين سببت الله واري وحوي إما أنت أبالك إنه عذاب الهون كريكوية وحكا لو إذن يلا مجر معنا هيدا الورك قال لي كان ليسا قال ذلك أهل ليسا وحسو عرفتي آثار تقارك عمر بن الخطاب رضي الله عنه آيات المركو أخرية إنه أويتشري وأويتشري وحان كبقيا إلى أن نقوله كوى ما ننت قيامنا مركي تقال لقوي له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ساس درد با عمر رضي الله عنه نوشا وحوغا يرقى نفسا النعمة النعمة إيا أين كتشرين أيو إسكتش عني سنشري لكن صوابك وعيا آيات قالك أهل ليسا بحيالي باللوغة نوحلي ويوم يعرض الذين كفروا بلي ذلك أهل الإيمان كما ومد الله بعده ضيباتك حلاشا روحوا هدو إسكاقن معيسا وقابك شريعة أبا ليس إلهي أغلاده أغن معيستاي مكينيس إن آخر الله قديو عذاب الهون إن لقلينا مكينيس هدو سنخلط قلين حي لواكن صومرني قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فرواقنا الله سبحانه وتعالى إن نعمة أنت الله ضدك المؤمنين تابي الله الدنيا ده هو طلق لي آخرنا يجي خاصوت ساس درادين آياتنا قال الله يكون صاف سنتهي حديث صحيح يسعي مسلم كوية اللي سيده كالواك النبي صلى الله عليه وسلم قال كماركو عمل ونأسن أدونك السمايو عمل كيسا ونأسن أمال قد كيسي أدونك الوصية والكيبو أبارهن وفلي خلقه أصمى فلي وحن إلهي وشعري وناقها دوصة ميو أدونك أبالك صلى الله عليه وسلم عفمات بالغسية حولان الغسية سئوسا آخر أحبه أما مؤمنك هدو وناق لي مادو أدونك أبالك سي وحبال لغسية انتي سبضن آخر أحبه بلا ساس براده آياتو قال يكسا سنتهي إيدتك أهل الإيمان كان ما أهوي معنا إنك استوى أيتها روح أدو إسلاليو أدونك إسرائنتي سيئو برواقدي سيئ النعمدي سفرها بدن ويستحكم أيو وكثي عيها ميتك إسرائيي حدنا مع ذلك كي إسرائيو وأن خلق نجرينو إسلاليا وهي إلهي أوسية حلالنا كل نعمة إستاهي معها إلا أرانا يمعنها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا سيدة في النصوص القرآن كان يسونا النبي قال لكم رسول صلى الله عليه وسلم وذكو كشاكبا للنبي صلى الله عليه وسلم حس أخا عاد عاد ولا القدحس إذ وقت أنذر أدقي قومه قوم كي سمركوا أدقي بالأحقاف ماشي أحقاف لنا لحال يكسبيه والحال بأدقي قد خلط أي تكتي أن ندروا رسوشي ديقي سي أي تكين من بين يديه فرتي إيه ومن خلفه قداشي سبب محو أولتك أدقي ألا تعبدوها عابدنا إلا الله ألم ويعبك لها عابدنا إني أنه أخاف وأن بقي عليكم كركينا عذاب يوم مال عذاب كذبا إذن كبقيا مال كسو عظيم وين قالوا وحيدا لأجئتنا مياه ناطم لتأثيكنا إلى أن نجددو نجد صدر تدمية دوتم عن آلهتنا إلهي أشأن الحق وضينا أن نجد فأتنا نولا إمو بما شيء تعيدنا أن نويبوه سوى عذابك إن كنت هداتا من الصادقين كوى الرنت الشيء قمت كمدا قال وحيدا لفوت إنما العلم أغانشها وقتك عذابك إيمانا يلي أقاداي عند الله إلهي أكتي سيهات أقان شهي علم جاس إلهي أكتي سؤال وأبلغكم أنقوان إذن قادسين ما أرسلت وحي اللي نصوت دري به إساك أنقو قادسي أمانا ولكني لغوس المقيا أراكم وحان إذن أركا قوما قوما إذن أركا تجهلون أو جاهلين ما سمعيني فلما قرتي رأو أي أركان هو عذابك ما كي أركان عارضا حال يهي حال يهي ضرور كتبا عارضا بمعنى ضرور أي سحاب معترض ضرور كتبا إسهو أمك عليك أركان عارض كاسو مستقبل أوديتهم تققودي سوقابلي تققودي كسو تشيدو سوصعرا قالوا وحيدا
هذا كان عارض وضرور اسجدبتي او ممطرنا نروبين يوم ورابين بل اسكب طاف يقول النبي هو اسقوا ما شيء وي استعجلتم ادك دكستين به اسق ريح ضبيلوي ضبيشة صوفيها تحدد عذاب العذابية عذاب كسو أليم وحنوشية تدمر الريح لأسي أما ضبيشة صو تدمر ترتيري صو بابئينيس كل شيء وحكستا بأمر ربها ربك الأمر كيسي كو بابئينيس فأصبحوا مركزي وبريستين أما فأصبحوا وحي أهالين لا يرى كوان لأركين إلا مساكنهم قريه ذي مويان كذلك سيدا سلمنا أيانو نجزي كو أمال مرنا القوم قومك المجرمين إيدن بلياشا بسيد النبي هود يقوم كلادر الرعات أيان معنا وحويان ماشا لكيها الله واذكر كشا كيني محمد أخا عاد رعاد والالكوت والنبي هود نبي كلادر إذ وقت كشا كي أنذر أودي قومه قومك سأودي أو من ورع عذاب بأي نقصص عليه السيرة بالأحقاف ماشا أحقاف لإذا حالك السجين أحقاف تاس يعني وقلكم يعني أحقاف تضح لي لهذا بعادك يعني قلق الله قلق الله سي قلق الله سود صار أي أحقاف لي وجمع حقف حقف أنا بعادك سود صار صار قلق الله على بعض مركب من بعاده أيد كناي وحيكون شيء يعني علم الله قرقود ديجان كود يقول وهال ماشا اللي دادو الربع الخالي ربع الخالي قبل كان اللي دهدين مثلا سعودي يمن تقول حي ee macnaa wax weey la wagaalanka wax ku nool ima jiro wax gali kara ama tagi kara ma jiro siyaasadu lagu kormoray dhulkaasay deegaankoodii ahaaba la tilmaamay macna marka uu u digay meesha iyagoo degan buu u digay wal halbu u digay qad khalat ay tagtay an nudur rusushi digaysay min bayni yadayhi isaga horti iyo min khalfihi gadaashis fuud hortina rusul ba tagtay oo rusul ba koris gadaashina rusul ba tagtay oo rusul ba ka dambaysay محو ولتكي ألا تعبدوها عابدين إلا الله اللهم يعيدك لها عابدين بولتك إني أنه أخاف وأنبقي عليكم كركين عذاب يوم مال عذاب كير عظيم أوين ونميه إله إسكتر ألا كليك عابد وحنا العابد إساني كلانا إسكتنا عذابا لذين كبقي آية قالوا وحي إلى هذين جوابت ودوات أجئتنا نياز موت بدهودو لتأسيكنا إلى أن نجددو نتشي لصدرت أدنى عن آلهتنا إلهياشاً الذي إنا نجد شيرس وحن الصنم هي أبكسو قال عن رهين هدها النجي ما وحن النجي بل هذا الدولان كتح وإنا نجد جديد ونجد شيرس وغوتي من صوما فأتنا نولا إمو بإلهين بما شيء تعيدنا أن نوية وحيسو إن نوهوها انشبه في عذابك إن كنت هداتا من الصادقين كوى الرمت الشيء قمت كمي وحن الشيء تعدو الرؤية هنجد دي بديجنا كم بدهم عنا وصل خير زانك هنقول عفسين إن عظم كم بلي قال وحي البر هوجا زاول وقال كلام عمر عذاب كي كان هدي له عذابك من الرسول شاك عندك وايد إلهي بك عندك وايد إنما العلم بويل أوجان شهر لأوجادو عذابك وقت جو إذن كوي ماني علم جادو عند الله إلهي في سواه هؤلاء هنقول حكوا جهما هؤلاء كعمت إذا كنت ترى ما وأبلغكم أنا جحيل كيان إذن شيء هوجا إسارا وأبلغكم والإذن جارسينيا ما شيء أمبر إذن جارسينيا أرسلت الله صدري به سجل الله صدري وحي اللي يسوع ديم مرن ودين سوق بنيا ولكنني أراكم وحن سيدين أركا قوما قوم بالدين أركا إن تهين تجهلون أو جاهل نفس ما يري ضد أو حم جرب هين العقل لهين الأقوال لهين إسكح الله إن تهين بائم مغتة عذاب فيها مركوين عذاب كي أيكم بالغد أي لهين لك عليه عذابكم مركا قابك او كسو قابلي وحو او يمسيدي سنسان فروب او كالت ضرور قدبن ايا حقاس كغسنت ضرور تيو صوصع وطمركي اركي واحد هذا هذا عارض ممطر لها وضرور فروب موت فروب بيو ضابيته وين ورابين مركزو حكويني ورواب مجري فروب لم يشا كمسو صعده بل هو ما استعجلتم ووحد دكدكستين إذ لك علي لهيدين هذا تخوش يجيش وانا الضبيل ضبيشة دحل يدنا عذاب حنون بدنا وحنوشيا كتيرا ضبيشة سي وحي بربريني سا وحك السطوء كتي ماذا أمر كالرب يجيب بينك بربريني كل شيء انت وحا لقونا نفطو دي حولهو دي وحك السطوء الأمري إلي بربريسو
عموم كذا اسمها وعموم أريد به الخصوص إلى ساتين واحد تصي فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وحريك تكتب مرك أنت الله ابن إلي باب إساء يجي ينفط دي حوله دي وحي هيستينا أي باب إساء معنا سيدا سلم من المجرمين تكو أبا المرنام ورب سبحانه وتعالى هذا الكاسوح أدعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوي كسورتي سيدا صلى الله عليه وسلم كوي كسورتي سيدا صلى الله عليه مركو أركو الدور خراب ودا حديث عائشة ورنس ضرور صوصة مركو أركو النبي صلى الله عليه وسلم وأرقى بيحي تري مركا سوقلي تري أو بيحي تري أو يعني أرقى حتى مقنج لا عائشة تري نبي الله محمد عاي وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدا ضرور خراب وقسوا هي بير على إله كود أريب النبي صلى الله عليه وسلم مركا محاوك أوقعي بل ضرورة صوصة حتى إني عذاب وضع إني إطراب إن حديث إله وضع محاوك أوقعي صوصة معنا واذكر كشاكي أخا عاد عاد ولا القد كشاكي أو نبي هودا إذ وقت كشاكي أندر أودي قوم وقوم كيس أودي بالأحقاك وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا وقدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وحد أجئتنا لتأفكنا ووحد أتمدنا أن نقل حز عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال وحد إنما العلم عند الله وإنما وبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما قرتي رأوه أي عذابك أركن عارض الحال ويهي الضويل عارض الحال ويهي الضرور قدبا مستقبل أوديتهم أو تغقودي سوقا بشي مستقبل أوديتهم تغقودي سوقا بشي وقصو تغي ماشي بيه وكو إيمان لهاي وقصو سعد قالوا وحي لا دين مركا هذا كان عارض وضرور قدبا وممطرنا نورابينيس روب نوضا بل بليل هو إسه بشا هبالكاس هود إنو ليه هبال الله بدنه أما أنا وحوي عيد كرافتل بل إسكبا طافي إني ضرور روب وضطا إسكبا في مئه هو إسه عارض كاسي ما شيقه وي استعجلتم آدك دك ستين به إسه ريح ضبيلوي دويشة فيها دحجة عذاب العذاب وياها أليم أو حنوشية دويشة تدمر يعني بابينس هلاقى يسوع بابينس كل شيء شيء والبي بابينس بأمر ربها رب قد أمر كيزين كوب بابينس إلهي بأمر سي وح الله وحي إلهي أمر إني ترتر ترى وحبك من رميس فأصبحوا وحي أهالي المركع لا يراك وأن الأركين إلا مساكنهم قريه ذي موي وحي كلا أربان دويشة عك مريسي عذاب كي قويل كونت كذلك سيدا سلمنا بان نجزي كو أبا المرنا القوم قوم كي المجرمين إذن بلياشا أذلك من لمنا وحا المريا قم بلياش قولنا اللي ديك يا كمنا كو أرنتا إيضا الله ودر حلي يا ذلك ودعي معنا ولا دينا قرباسها بغاية آيادا فلما رأوه عارضا وحي أغدق القرباسة أغدق تيران عربة روح مركو عارضا آيادا سي قرباسة أغدق آيادا إي عارضا ayada marka hadda tafsiir keda dhigisid ayadan iyo caarada ma waxba waxba iska galay ya ayir calaab soo socda ka hadlays iyo caaro maxaa kala galay kaliya waxa weeyaan oo lafdiga caaridana yaa wuxuu u ekaaday kelimadii Soomaaliga caara ahayd weeshaas marka ka qaateen in caarada loo qoro saas ma laa jahliga ku tus walaqad makkannahum haqiqa wal makkannay makkannahum عاد قوم كسرية عاد وحنو مكان الني فيما شيء تحريبا نو مكاننا نهنسين الني شيء غاصو إن مكناكم آنان إذنك إذن مكانين فيه تحريف كوي النبي قال لك شوك كسور تيدي ولا لها الله وحي ذان هاي سنين وقعنت آنان إذنك لن بانكوا هوري مكان سين الني وجعلنا وحنو يلي لهم إياك كوي هوري لها لك سمعا مقل إيو أبصارا عرقيان إيو أفئدة قلوبا ويل فما أغنى مدق عنهم حقونا سمعهم مقل كودي ولا أبصارهم إيا رجال كودي ولا أفئدتهم إيا قلبياشودي من شيء وحبا مدق وحبا كمدق وحي إلهي أكتس وقترن موشر مركو عذابك في يمدو إذ وقت وحمطر كانوا أيهاي يجحدونك وديد بآيات الله إلهي آياته سكودين وحاق وحانا كدقي أما هريري بهم إياقا ما كانوا وحي أهايين به إساقا يستهزئونك وكو تشجس ولقد أهلكنا وحنو هلاقني ما شيبا نهلاقني حولكم هريرهنا أو من القرى دقموينا وعرب الله الله يعني من كريق قريش خاصة دقموين هريرهنا بأنو هلاقني وصرفنا وانقد قديني
الآيات آياته بان قدقديني حججك بان كل بدين عكتوسني لعلهم يرجعون سيئي النقضان وبالحمانته النقضان فلولا نصرهم ما يؤهي الليان الذين كوي ما يؤهي الليان اتخذوا أي كثم يستن من دون الله ألك سكو قربانا كو إلهي لو قد وادو آلهة إلهي يشعي كدكتين كواس ما يوحو تران أوهي الليان بل إسكما دافين وحو تران ضلوا ويلوا من عنوا الحق ونواكلوا من وذلك كافنا إفكهم بين أبورت كوديو وما كانوا من أيننا هانين يفتر وما كي وي كانوا أي هايين يفترون كوا بين أبورت معناها قولي هذا القود عي النبي كسور شيدي داوح على لي أن من كسيد الله قلي أو الضبير إن تلقوك يعني يقولن إبر كلاقدهم وحبل لقريبين وإذن كحب بالنايا وأنا إذن كحول بالنايا وأنا إذن كإمر دراين بلك عملي دي سنة وإذن كجهر الرئيين عقلي هي مقل هي أرك هي وحول بنا والسي على الإله مركوكي من وحبه ومقبن إذن كنا إنتي أمبال هذا كوكت سنتهين أو إذن والا يسوي معنا ما إذن قبل إله مركو على في سنة قيمة ولقد مكناهم حقيقة وحن مكنني رعاد في ما شيء تحديبان مكننون وحن سيني أنو أدي قعند أقلن شيء قاسو إن مكناكم آنان إذن مكنن إذنك فيه تحديس آنان إذن مكنن وقوت يحول إبراقع وجعلنا وحن يلي لهم أيها وحن يلي رعاد سمعا مقل إيو أبصارا عربيال إيو أفئدة قلوب ونهر فما أغنى مديق عنهم حقودي سمعهم مقل كودي ولا أبصارهم أرقيال كودي ولا أفئدتهم عقوشه دي تونة يقلوب تودي تونة ومديق من شيء وحبه حقيسة كمين ديق وح أي وح وقترين وعذابك إله يمجره إذ وقت وحمينا أدقين ومطر كانوا أيها يجحدون كوديدة بآيات الله إله أديزة إديدة سببت عذابك كي مركي سمينيين عذابك إلا يمث انت اصل السيو دحو ما قبلن وحاق وحا كهريري بهم ايغا ما كانوا وحي اهايين به اسغا يستهزئون كو كجستيسا او عذابكي عذابك marka lo sheega ay ku jeesteesi jireen kiiba ku dagay walaqad ahlakna wal halagni haqiqa ahlakna wal halagni ma hawlakum ma shayban halagni hawlakum hareerihina oo min al qura dagmooyina oo dagmooyinke wa samutiyo oo mutiyo أقوامتي اللبابية قرآن كشيغي جزيرة العرب بي أما الدقنايين أما هريره دي الدقنايين ساس درادي قم ضبغن هريره نابان باب إني وصرفنا وانو قد قديني الآيات آياته بانو قد قديني إيا حجوين كيوان كل بردين عكتو سني لعلهم يرجعون سي أي النقضان وثمانتو قد النقضان وحبوي أنفعي ويري كل قاسانو هلك مكي لها لقد إلو حطر تملهم فلولا نصرهم ما يؤهي الليان الذين أصنامتي اتخذوا أي سميستين من دون الله ألك سكو قربانا كوى ألا لو قد وارو أي كسميستين آلهة إلهية شاء أي كسميستين ولا قبل ذلك قربانا كوى إلهي قد وارو أو إلهي لو قد وارو أي كسميستين آلهة إلهية شاء أي كسميستين كواسي ميؤه الليان وإلهي هذا يسكوها الليني ميوحوق الثان وعذاب كين إلهي كدفعيه وحيوم أترى بل إسكوا الضافين وحيوم أترانا ضلوا ويلوا من عنهم حقوث على الجلاه مركوا بالوضيع عبتي تمت أو دماثة تمت ميلي تشيران بوان الوال آويس أصنامتي يبقى حيانتي يو إلي إسكوا الليني لواه ساسي معنا وذلك كاس ذلك كاس وحدو عنساء هلاك قلنا حلاقي ذلك كاس إفكهم أثر إفكهم بين أبورك كي سميين رات كي النتيجة دي كبلتهم يا وما شيء نتيجة كبلته كانوا أيها يفترون وبين أبورت بين أبورت كي سمين ين هي قدينتي أي حقيقة قدين ين نتيجة كبلته وحي أهي هلا قال هلا قي باب إنت لبابي هي وريبا كوة اسمها لين يارو كلمي وإذ وقت كشك نوح عمرو صرفنا أنو تشيريني إليك حقاق أنوسو تشيريني نفرا كوح ومن الجن تشنك كمير يستمعون حالا ايدي سنيان القرآن قرآن كا ايدي سنيان فلما قرتي حاضروا اي حاضرين هو قرآن كمك حاضرين ويمادين قالوا وحي الهدين انصتوا دقيستا انصتوا دقيستا فلما قرتي قضية القضية لحكمي يعني اخر انتسي فلما قضية لغفاروقي اخر انتسي مكي لغفاروقي ولو ويتي سيدين الى قومهم دقي كي ما دين بيوتش سدين مندرين حالين بوتقي
قالوا وحي إلهي مكي أتبين طلقوا يضطكي كيمادين يا قومنا طلقا نجيو إنا أنه سمعنا وحا نمقلي كتابا كتابا نمقلي كتابك سأنزل لدجي من بعد موسى موسى قداشي سلدجي كتابك سمصدقا رميني لما بين يديه وحي إساك كوري كتابك سيهدي هنوني إلى الحق حق حق سددك هنوني وإلى طريق شد حقين كهنوني شدك سمستقيم توصل يا قومنا طلقا نجيو أجيبوا يلا أو أجيب داعي الله الله يريهس الله يريهس الله حقيس كخلقه أو يريا كأجيب أو آمنوا رمي به يلا إلهي رمي يغفر وداتي لكم إذن كالله وإذن داتي من ذنوبكم ذنوبتين وإذن داتي هذا صيشان أو يجركم وإذن كبدالين من عذاب عذاب وإذن كبدالين يا أليم أو حنوشية ومن عدي لا يجيب أن أجيب داعي الله يرها إله حق إلهي كخلقه ويرى روحا أجيبين ويرن فليس موسى لهن بمعجز من عاجز قلنكرا في الأرض ذلك دحريس إلهكم عاجز قلنكرا حوقي حيرتنا وليس مأهن له إساق أمأهن من دونه ألك سكو أولياء كوأه اللي أمصبنا أولئك كواسي في ضلال بادي دحريس بيكون سبعين مبين أعد آيات كان يوعي كورميا كوح كمدا dadkii yani xalkii rumay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa koox jin ah waxa ay sida xadiiska nabiga uu qutusay sallallahu alayhi wasallam jinku waagii hore inta nabiga maxamed la soo saarin inta iskor fulfulaan bay ila samada tagi jireen wa inna kunna naq'udu minha maq'ida samada meel ay ka fadhiistaan lahan jireen meel ay fadhiistaan oo wax ka soo dhageystaan markii nabiga maxamed la soo saaray sallallahu alayhi wasallam baa dulkii oo dhan laga soo eriyay meelihii ay fadhiisan jireen kore oo dhan waa loo diiday waa laga soo eriyay sawaariikh baa lagu garaacay iyo dambaamuro meeshii ka soo carreen way yimaadeen hoos baa la isugu yimid dhulka la wada yimid oo markaasaa la tashay waxa la yidhi wareedda adduunka waxun baa ku cusubay waxa laynoogu diiday un baa jiree maxaynu samaynaa waxa la yidhi waxun baa kolley jiree bal aynu baari goob galla oo aynu raadinno waxa ku cusub adduunka markaasay isqaybiyeen jin la yidhaahdo niman la yidhaahdo nasiibiin ahlu nasiibiin oo meel nasiibiin la yidhaahdo dega ayaa marka waxay soo aadeen xagga Tihama xagga waxay soo aadeen Maka iyo Daif iyo dhan kale soo aadeen nabiga marka salaatu rabbi sallallahu alayhi wa sallam meel nakhla la yidhaahdo oo u dhaxaysa Daif iyo Maka u dhaxaysa halkaas quraan akhrinayo salaatu kalaya ayay marka ku yimaadeen say u socdeen oo baari goobkii waxay yeen unbay nabiga quraan akhrinayeen bay la soo kulmeen markii la soo kulmeen bay dhawr kaadiyeen waa way waa waa istaageen wa istulful fulan say u badan yihiin meeshii yiraan bal dhalis aamusa bal dhalisay quraanka la akhrinay waa dhalisteen waa dhalisteen waa dhalisteen waa dhalisteen waa kanheen way ogaadeen waxa dhulka ku cusub ee kor looga soo celiyay inay tahay quraankii markay dhalisteen waa rumeyeen markay rumeyeen kadibna isla markiiba way noqdeen ayagoo jinkay ka yimaadeen iyo tolkood digniinta gaasiinay oo iimaan iyo ugu yeerayay diin ugu yeeray nabiga markaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inay jinkaasi dhageysanahayaan looga sheegin markaa ma ogaanin gadaal dambe ayaa waxaa ka soo degay aayaadkan iyo suurada inamaantanta suuratul jinni la magacbaxday looguba magacdarayba oo nimanka ka waramaysa nabiga u yimid ee rumeeyey qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinni jinkii nebi maxamed u yimid ee dhagaystay kamuusan warhelin ilaa samada iyo xagga sare looga soo waramo la yidhaahdo jin baa ku dhagaystay markay ku dhagaysteenna sidaasay yeeleen asagu kama warhelin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh saas maca yacni waxaad garan kartaa nebigu bashar buu ahaa bashar ha ahaadee qaybka wax ilaahay ka ogeysiiyey unbuu ogaan karaya jinka ardadiisa ahee qur-aanka ka dhagaysanaye saxaabadiisa ka mid noqday ee diinta qaatay ee ducaada noqday nebigu ilaa ilaahay usoo sheegay ma ogaanin sidaas wey macnaha jinkii marka nebiga rumeeyey baa hadalkoodii laynoo sheegay waxay iyagu isdhaheen ilaahay baa xogogaa leh iyo loo sheegaya macna wa id wakti ka sheekee baa nebi maxamed oo sarafnaa aan jeedinay ilayka xaggaaga aan usoo jeedinan usoo leexinay nafaran jamaaca iyo koox oo min aljinni jinka ka mid koox jinka ka mida jin yani waxa weye jinnu nasiibin yastamicuuna xaala ay dhagaysanayaan alqur'aana qur'aankii ay dhagaysanayaan falamaa goortii xadaruu ay xaadireen hu qur'aankii markay xaadireen
oo meeshii quraanka lagu akhriyay yimaadeen qaaluhu waxay dhahayeen oo iyagu isiidaahdeen ansitu amso dhageysta warbuuqa joojiyo bal dhageysta badan insaafku as-sukut ma'a al-istima'a amso oo dhageysta badan falamma goortii qudiya laga faaruqay akhrintiisi oo nabigu quraanka akhrintiisi uu dhameystay ayay wallow jeesadeen ilaa qawmihim tolkood xaggiisa u jeesadeen kuway ka yimaadeen mundiriina xaalo ayyihin kuwa digay oo maxay uga digayaan ilaahay cadaabkiisa tawxiid bay ugu digayaan shirkina waa uga digayaan waa ka hadalkoodii qaaluu waxay yidhahdeen yaa qowmanaa tolkanow markay u tageen jinkii iyaga ay ka yimaadeen oo tolkood ahaa yaa qowmanaa bayna qowmka nagiyo innaa anagu samicnaa waxaanu maqalnay kitaaban kitaab baanu maqalnay kitaabkaasoo unsila la dejiyey min bacdi muusa muuse gadaashiisa lasoo dejiyey oo ciisana ka dambeeyey min bacdi ciisa maxay u dhihi waayeen waxay u dhihi waxaa laga yaabaa inay haysteen kitaabkii tawreed ahaa lanna sida saxiixa jinka sidiisaba rusul jin allooma diro laakiin bini aadamka rusushiisa ayay raacsan yihin saas maana nabi maxamedna yani atbaacdiisa jin baa ka mid nabiyullaahi muusa iyo ciisana jin baa ka mid ah atbaacdo oo kitaabkii lagu soo dejiyey rumeeyo raacay marka waxaa laga yaabaa inay tawreed rumaysnaayeenoo yuhuud inay la umad ahaayeen baa suuroobi karaysa oo islamabda ahayeen waxaa kaloo suuroobi karaysa inay muuse u cabireen saan horeba usoo sheegnay kitaabkii injiil ahay nabi ciise lagu soo dejiyey tawreed buu dhammaystir u ah kitaabka weyn marka waa tawreed saasmaana kitaabkaasoo unsila la dejiyey min bacdi muusa muuse gadaashiisa lasoo dejiyey kitaabkaasoo musadiqan rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii ka horreeyey kutubtii ka horreysa oo dhan buu u markhaati kacaya oo wixii kutubtaa ku yaalay inbaa kana ku yaalay yahdii kitaabkaasoo hanuuninaya ila alxaqi xaqa xaggiisa khalqan ku hanuuninaya wa ilaa dariiqin jid xaggiina wuu ku hanuuninaya mustaqiimin oo toosan jid toosan oo ilaahay lagu gaaray naxariistiisana dadka wuu ugu yeedhaya wuu ku hanuuninaya yaa qowmana tolkanow marka ajiibuu yeela daaciyo llah alle yeedhihiisa waa nebi maxamed bay ka wadaa alle midka khalqiga alle xaggiisa ugu yeedhay midka khalqiga xagga ilaahay ugu yeedhayo nebi maxamed ah ajiiba oo yeela oo wa aaminuu rumeeye bihi daacigaa rumeeye yakfir wuu dhaafiye haddaad rumaysaan lakum idinka alla wuu idin dhaafi min dunuubikum dembiyadiina wuu idin dhaafi wayujirkum wuu idinka badbaadin min cadaabin cadaabna wuu idinka badbaadin aliimin oo waxanuujiya aayaddaasi culimada qaarkood u deliishadeen jinka mu'miniintiisu waana loo dembi dhaafi cadaabna waa laga badbaadin laakiin janno geli maayaan wasawaabu waxa weeye jinka mu'miniintiisu jannada gelayaan fi suurati araxmaan baynu ugu tegi doonaa waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan hadalkii u dhacaya jin iyo insibaa iu dhacaya aalaa'i rabbikumaa waxay marka aayaddu tidhi waliman khaafa mantu min xuf waxay ka mid tahay min siiqi lcumuum bay ka mid tahay cid kasta oo rabbi hor istaagiisa ka baqaayay jannataani buu leeyahy jin iyo insina waa laga wada hadlay sawaabku marka waxa weeye waana loo dembi dhaaf cadaabna waa laga badbaadini jannadana way nala gelayaan mu'miniintoon sida gaaladoodaba cadaabka loo geynay macna waman laa yujib bay yidhahdeen ciddii aan ajiibin daaciyo allahi yeedhaha ilaahay falaysa muusan ahaani bimucjizin mid caajis gelinaya fi lardi dhulka dhexdiisa walaysa alla ma caajis gelin karo oo awood iyo xeelad midna male walaysa mana uusan ahaanin lahu isaga uma ahaanin min duunii alle ka soko uma ahaanin awliyaau kuwa u hiiliya cid kale oynu ku baqan karno ama ku fakan karno ama wax inoo haysa ma jirto ilaahay aynu carno ulaa'ika kuwaasi fii dalaalin baadi dhexdeed bay ku sugan yihiin mubiinin oo cad ulaa'ika fii dalaalin mubiin waa kuwaas ilaahay cidaan ahayn caabudaya baadi cad bay ku sugan yihin bidheen qolo fiirsada waxoogaabay qaateen diin ah tawxiidkii ay maqleen ee nebiga ka maqleen iyo qur-aankiiba markiiba digniin gaadhsiiyeen qowlkoodii bay ula kaceen markaasay ayagiina qaateen dadkoodiina gaadhsiin saas macna innagana dhibaatada in haysata waxa weye waa un la akhrisan duruusta waa la akhrisan oo intaasoo sanaa duruusta la dhegeysan oo culim baa la noqon oo wax badan baa la fahamsan yaho haddana waxa weeye tolkaa iyo dadkii iyo ummaddii toona hal kelima dhihi mayso hal kelima jinkaa ku dhaafa jinkaas ayaa kaa khayr badan sababtu waxa weeyaan waa ducaad waxoogaa ay dhegaysteen bay ducaad ku noqdeen waxaad maqlaysa waxaa la doonayaa eed baranayso inaad xambaarto oo dadka gaadhiso daaci ku noqotaa la doonaya saas way macana tayib balliquu canii walow aaya buu nabigu uri salawatu rabbi wasalam hal aayadba ha noqotee wuxuun dadka iga gaadhsiiyay rasuulku uri sallallahu alayhi wasalam awlam yarow miyaynan ogeyn anna allaha alle alladii kaasoo khalaqa abuuray assamaawaati samaawaatka iyo walarda dhulka oo walam yacya aan daalin
بخلقهن أبورستودا أن كدالني بقادر أنه يهمد أودا على أن يحيي إنو النولي الموتى كوات انتي إنو النولي سوما أودا بلا اسكبر بخو أوداي إنه إسهو على كل شيء شيء كستكون كيس قدير ملكي أودوي ويوم مالك شاكني محمدو يعرض الله بندق الذين كوي كفروا كفري على النار النار تكرك الله بندق فقال الله أنه أليس صوم صنعان أليس ميو صنعان هذا كان بالحق حق صوم حق ديدي شرتين اللي ينكوك رواي صوم قالوا واحدا بلا اسكبر بخو إنو صنعان ويا وربنا ربنا كبارني قال وحول رب سبحانه وتعالى مركب فدوقوا بدمية العذاب عذاب كده بدمية بما كنتم أهانشهين السببت كده بدمية أما بما شيء سببت بما كنتم أهانشهين السببت كده بدمية تكفرون كوا كفرية أبهيدين أولم يروا آياتني وحوي وعقيدة دي بعثك يسوس الله لنت والله السماوات يقولك أبوري أبوري استودنا عن كدالني ثم أود بني آدم كمركو لنتكدب إنو صلى الله عليه سمدا انت لعب و ابوري بل كان انت لعب و ابوري ابور كيسينا كما دالين ادين كان ير ير كاي مساكينتا ماركا دمتان كدب انو ادين سو خليي سو ما اود وا اودا بل اسكما دافه واخ كاستو اود رب سبحانه وتعالى ما انت قيامه كو كافرين تا واخا لو بندغيا نار انت لك هيا نار تا لدوتوبيا ماركا ساليه اليس هذا بالحق يعرضن وحيليه العلماء تفسير كقار كميدي معناه وحا لغا ودا بندغني ولا كور استاجين كليا ما اهي ولا جلين علاك مركي لبا شيران ايا هبلك لو اودني وحا لودن يا سن سو حكمه حقا ديدي جيرتين ان كلي جيرتين سوما مركاس اودنيان بلا وربنا سو بس واي هي ربنا كو دارني حدا حدا قراشه نوعا سو كلام وحبي تري وقتي غادي بالا سو داف ما انتو كلتي قراشه القوافع وحا نقول يا علاك قدامي كفر قد سمين شرتين دراد إلى قرد دمية الله رليه أولم يروا مينا أركي منه أبين أن الله ألي الذي مكس وخلق أموري السماوات سماوات والأرض بوك أموري ولم يعيى آنال خلقهن أموري استودن أن كدالين بقادر مد أولا إنو يهي سميئك على أن يحيي إنو النولي الموتى قوة دمت إنو صور النولي إنو أولي كر سميئك بلا إسكبر بافه هو أوداي إنه إسهو على كل شيء شيء كستكرتي سقدير ملكي أودوي ويوم مال كشك نين محمد يعرض الله بندقية الذين كوي كفروا كفري على النار النار تكرك يد الله بندقية مركز أوحى الورن يا أليس صماء هذا كان بالحق حق صماء والحق أذيدي شرتين اللي دنكو كريواي صماء قالوا واحد لها ينبلا إسكبر بافه وايهي وربنا ربنا نقدارنا وايه برضو قدره لأن حقيقة مركا للجواح لإنكير كرمائهم مركا ملاه وحيس ليهن أما وحواب القرشة راس وحيدين ترتع لكن واحترق ويس قال وحيد رب سبحانه وتعالى فذوقوا بدمية العذاب عذابك بدمية قرشة وحبئذين قوى المجزة عذابك بدمية بما كنتم أهانشيهن السببت كل بدمية آب أهيدين أدونك مركا تشوفتين تكفرونك وكفرية آب أهيدين فاصبر صبر ودم محمد أرمت ساسي أسعطى حالكنا وساسي فاصبر صبر كما سيدي صبر أي أصبرين أولو العزم قوانك أذكو صاحبك ومن الرسول الرسول عزمك قصدك أذك إبتسع كوي صاحبك الرسول إلهي كم لها سيدي أصبرين وكلا أصد ولا تستعجلها ندك دجن لهم أيها هكولا دك دجن عذاب كوي معنى ولا تستعجلها دك دك سي ضلب العذاب عذاب كيها دك دك سي ضلب ولهم أيها هو ضلب عذاب كإن لوسو ددجيان وحبها ضلب كأنهم وضعيه كل وغوي ما هو معنى كأنهم وضعيه يوم ما لك يرون أي أركيان ما يوعدون شيء اللو يبوها يؤو عذابك ما لك أي أركيان وضعيه أو لم يلبثوا أن لقامن أن أتميدي تشوغن إلا ساعة وقت يرموه أو من نهار ما لك تكمل ما لك تكمل وقت يرمو ما لك تكمل بعد مدائني تشوغن بلاغ هذا كان أو قرآنك بلاغ قاسيون حق إلهي كي يمدو وخلقه سقاسيني ومعه بلاغ قاسيني ومعنى وحوي الضمد اللي قاسيني فهل يهلكم من لهلاقيا إلا القوم وقوم كي مياني الفاسقون الفاسقين تاه ما دامت أنت سائي تاهي وحساح الكسوية فاصبر صبر لي محمده كما سيري أصبر صبر أي أصبرين أولو العزم قصدك أذكو أصاحبك عزمي روح على قولة قصدك قوان أو فلين مويه كلاوشاء اللهين
iyo go'aanka adag rusushii uu saaxiibka ah oo waa kuwee ciidamada qaarkood waxa la rusush oo dhan waas laga fiicayay ulul aznigu nabi maxamed iyo afar kale rususha kamid waa afartii nusoomani laba aayadood baynu ku soo marnay quraanka kamid marka nabiga laga reebo waa nuux iyo ibraahim iyo muuse iyo ciise afartaasi siday u sabreen sidaasi leeg u sabir balay oo kaga dayo sabirka fasbir sabir kamaa sida sabara ay u sabreen ulul cazmi go'aanka adag iyo qasadka adag kuwa u saaxiibka oo mina rusuli rususha ka mid say u sabri jireen u sabir oo waxa kuwa ugu samaynayaan haba yaraatee hu aba yeeli walaa tastacjil ha degdegsi dalbin cadaabka lahum ayag ha u degdegsi dalbin kolley huu imaane waxba qalbigaaga yaysan gelin maa hadda cadaabkii lagu keeno kolley kolley waa u imaanaya kaannahum waaba iyadoo aayadana waxay tilmaamaysaa markii cadaabku ku yimaado ama aakhare ay tagaan ama adduunka ku yimaado muddaday noolaayeen wax yar bay la noqonaysa kaannahum waaba iyago yowma maalinka yarawna ay arkayaan maa shayga yuucaduuna loo yaboohayo cadaabka maalinka ay arkayaan waaba iyago lam yalbasuu aan nagaanin ilaa saacatan wakhti yar oo min nahaarin maalin ka mida mooye waxaad moodaa wakhti yar inay uun adduunyada joogeen cimrigii dharaaya boqolka sano dhowrka boqolka sano ahaa wuxuu noqonayaa wax yar oo maalin ka mid saasoo kale la noqonaya macna yacni waxay ka mid tahay adiga haddii inta lagu nimceeyo barwaaqo lagu siiyo weligaaba aada iska ladmaaso maalmaha ugu dambeeyo siddeetan sano kadib haddii laba beri lagugu yaro dhuujiyo siddeetankii sano barwaaqadeedii waa halmaami sasma waxay noqonaysa ma jirto cadaab ilaahi buu yimaada ka waran marka wixii oo dhan barwaaqo ahay waxaan jirin bay noqonaysa macna waa ka nabigu uri sal alay wasalam yacni ahlu naarka ninkii ugu nimca badnaa adduunyada la keenay caafimaad iyo xoolo iyo wax walba markaasaa naarta la muqursinay markaasaa laleeya weligaa wanaag ha kusoo maray weligay wanaag mana arag mana uranin buu leeyay oo aawe wixii barwaaqo ahay la halmaan saas way macna lam yalbasuu ilaa saacatan min nahaar balaaqun haada alqur'aanu qur'aankani balaaqun gaadhsiin wey ilaahay subxaana watacaala gaadhsiin ka timid addoommadiisana la gaadhsiinayo wey maslaxadooda iyo danahooda lagala hadlaya cadaabna waa looga digaya janno ilahayna waa loogu yeedhaya fahal yuhlaku man la halaagaya marka ila alqawmu qawmkii mooyaane alfaasiquuna tawxiidkiiyo daacada ilaahay ka baxay kuwa mooye kuwa kale miyaa la halaagay jawaabtu waa maya hada wabilahi tawfiiq wasal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wa cala alihi wa saxbihi wasalam.